حسني والزميل امير هشام ونشوف هيقدموا لنا ايه. بجد الترحيب بيكم يا احمد وساره وكابتن هاني العجيزي، ويعني خلينا نوصف لكم كده الاجواء. يعني من لحظات قليله جدا انتهت الاحتفاليه الخاصه بفوز النادي الاهلي وبطوله دوري ابطال افريقيا رقم 9 في حضور مجلس الاداره والاداره التنفيذيه والجهاز الفني واللاعبين. معايا كمان كابتن اسامه حسني، اعتقد عملنا بعض اللقاءات المهمه جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي يا كابتن اسامه. يعني طبعا كانت الفرحة كبيرة هنا في النادي الأهلي في الجزيرة بحضور اللاعبين مع مجلس الإدارة وكلمات مهمة من الكابتن محمود الخطيب. واعذروني إن صوتي يعني منبوح شوية. لا ما أنا عايز أسألك على موضوع الصوت ده، أنت إزاي عشت الأجواء إمبارح في المباراة وأنت أكيد خدت بطولات كتير جدا مع النادي الأهلي، بس البطولة بتاعت إمبارح دي بهدف قفشة أعتقد بطولة مختلفة يا كابتن أسامة؟ طبعا يعني إمبارح كنت مشجع درجة ثالثة. تمام. يعني وانت بتلعب اسهل وانت بتتفرج على المباراه. يعني اخذت مع النادي الاهلي بطوله 2005 و2006 و2008 دوري ابطال افريقيا، لكن البطوله الاغلى والبطوله الاحلى والبطوله الاعظم لجمهور النادي الاهلي وانا واحد منهم كانت بطوله امبارح دي. امبارح ولا 2006 بتاعت ابو تريكه؟ طبعا و2006 ابو تريكه. يعني مباراه امبارح فكرتنا شويه في الاحداث بتاعتها في الوقت الاخير حتى بشكل الهدف وقفشه كمان بيشوط الكره من لمسه واحده وراحه في الزاويه البعيده، هدف من الاهداف الحلوه. كمان سيناريو المباراه انت بتتقدم، الزمالك بيتعادل، بتحرز الهدف في الثواني الاخيره خلاص في وقت يعني قاتل من المباراه. دي حلاوه المباراه، فعشان كده بقول يعني صوت امبارح كنت مشجع. الصوت باظ بعد الجون الثاني ولا على مدار المباراه كنت بتشجع ولا لا؟ ده من قبل المباراه. من قبل المباراه عصبنا كلنا كانت بايظه في الحقيقه. انت قول لي بقى يا امير، انت شفت المباراه فين امبارح؟ انا اتفرجت مع اهلي في البيت بصراحه. المباريات الكبيره اللي زي دي بحب اقفل على نفسي كده ونتفرج احنا كاسره مع بعض وكده، فالاعصاب كانت بايظه جدا. بقى لنا اسبوع اصلا 10 ايام عشان المباراه دي، لكن الفرحه كانت كبيره يا كابتن اسامه، وهم فرحتين تقريبا انا يعني كنت انفجرت فيهم، جون ابو تريكه في 2006 وجون قفشه امبارح بصراحه. يعني امبارح بعد هدف قفشه وانا قاعد في الاستاد بتفرج خلاص رحت حاطط وشي في الارض كده وما قدرتش اكمل 10 دقايق ناقصين في المباراه. ما قدرتش اكمل فرجع على المباراه. يعني كان طبعا الواحد يعني اول مره يعيش الضغط العصبي الكبير. بطوله مهمه جدا بالزبط. للنادي الاهلي على مدار 7 سنوات كانت غايبه، كان في اشتياق لجمهور النادي الاهلي. الاحلى من كده يعني لازم اتكلم عن الكابتن محمود الخطيب وادي له حقه طبعا. الراجل اللي تحمل كتير جدا خلال الفتره اللي فاتت، تمسك بمبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي وفضل متمسك بيها، ودي جزئيه مهمه قوي يا كابتن اسامه. لان مش اي حد يقدر يتمسك بموضوع المبادئ والقيم دي، ممكن تبقى للظروف والاحداث اللي بتحصل والتحديات اللي بتقابلك والانتقادات ممكن تهتز شويه، لكن انت قدرت تتعامل كمجلس اداره بشكل كامل كمان وعلى راسهم طبعا كابتن محمود الخطيب. لا هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيتكلمش كتير، النادي الاهلي بيشتغل. النادي الاهلي زي ما كابتن محمود قال النهارده، الفرحة مش هتدوم كتير، احنا عندنا تحديات كبيرة وده قدر النادي الأهلي. وبقول كمان رسالة للاعبين، عايزين لما نروح كأس العالم الأندية، لا ده احنا عايزين نروح نظهر الوجه الحسن للكرة المصرية والكرة الأفريقية، وعايزين كمان نقدم أحسن حاجة عندنا إن احنا عنوان الكرة المصرية والكرة الأفريقية. فنتمنى إن شاء الله لكل اللاعبين التوفيق، إن فعلا الجيل ده كان ناقص ياخد بطولة أفريقيا علشان يحفر اسمه في تاريخ النادي الأهلي، تاريخ النادي الأهلي كبير والحمد لله قدروا يسطروا اسمهم في تاريخ النادي الاهلي. اليوم مبروك يا كابتن اسامه، فرحه حلوه، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. يعني الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، ونتمنى نكون يعني في التغطيه دي انا وزميلي امير هشام نكون يعني قدمنا لحضراتكم حاجه تسعدكم. والنهارده بالمناسبه قناه النادي الاهلي كمان يعني التغطيه مستمره طبعا مع احمد سمير وساره، لكن كمان في البيت الكبير النهارده في مفاجآت ما تقومش من قدام قناة النادي الأهلي، قناة النادي الأهلي بثوبها الجديد، ودايما الحصريات وكل ما يعجب جمهور النادي الأهلي هتلاقوه دايما على قناة النادي الأهلي. شكرا يا أمير. شكرا كابتن أسامة، يلا عودة للاستوديو اتفضل. شكرا أمير، شكرا أسامة، وسلامتك طبعا أسامة.